الأستاذ لسه سائل عليها. سيبك المرة دي غير ما تعرف الحقيقة. وحشتك. بعد إذنك أنا لازم أمشي. جيجي أرجوك اسمعيني، أنا لسه بحبك. لو كنت بتحبني ما كنتش خنتني. أنا ما خنتكيش صدقيني، الموضوع فيه سوء تفاهم. أنا فوجئت ماجد جايب البنتين دول وجاي، لا عمري شفتهم قبل كده ولا حتى أعرف أساميهم. والبنات اللي في الجيم؟ لا لا لا، دول أصحابي من أيام الجامعة. وبعدين ما فيش بيني وبينهم أي حاجة. أهو كريم أهو. كريم. جيجي أنا عنك يا روح قلبي. عم كريم شفت المفاجأة الحلوة؟ هي مفاجأة الحقيقة. مالك حاسس كده يا كريم؟ ما بتاكلش ولا ايه؟ مضايقاني. انتوا ايه؟ ازاي جيتوا؟ مين اللي جابكم؟ انا اللي جبتهم يا حبيب قلبي. فرحان فرحان قوي. على البيت. وانا كمان. صوريني. جزيرة اللي هناك دي يا ريس؟ دي جزيرة العشاق. لما تيجي نروح هناك نوضب اكلة وكراسي وقعدة. حضرتك انا مش جاي اقعد، انا عندي شغل، جاي اصور وبس. طب بمناسبة الصور ممكن اخد صورة معاكي؟ لا عشان خاطري. ما قلت لا. ما تطلع يا ريس. يا جيجي استنى يا جيجي اسمعيني. استنى ما كنت ايه اسمعيني. انا يا جيجي انا ما عملتش حاجه. عايز ايه؟ بص ابو كريم يا ريس. كريم انت فين يا ريس؟ طب اروح فين بس يا ناس؟ تعالى يا ريس. طب اهو يا نهار اسود. كريم انت مش عارفني؟ انا نفين. نفين جودة. نفين يخرب عقلك معرفتكيش. انت يوسف ازيك يا نفين؟ عامل ايه اخبارك؟ قولي عامل ايه؟ جاي هنا بتعمل ايه ولا مع مين؟ بتشوف حد من العيال؟ بشوفكم. ايه رايك في المفاجأة دي؟ نو واي. مها ودينا وهالة؟ they are extremely different. ومال هالة اتغيرت كده؟ ايه اللوك الفظيع ده؟ يا بنات انتوا مش عارفيني؟ نفين قولي يا كوكو، جبت بيبي ولا لسه؟ لا الحقيقه انا وجيجي we got divorced. سوري ليه؟ لا دي حكايه طويله بحكيها لك بعدين. وانتي بقى يا نيفين يا حبيبتي اتجوزتي ولا لسه؟ اصل انا اتجوزت وجبت كريم وعمر. كريم؟ ولا اتخطبتي؟ نو. طب في بوي فريند؟ بصي انا لسه مش لاقيه شكل ثابت للعلاقه، مره بحب ومره بتحب. المهم قولي عملتي بيزنس؟ نو خالص. انا عملت الماسترز وخلصتها، مش عارفه بقى لسه اذا كنت هسافر ارجع اكمل الدكتوراه ولا افضل هنا، بصراحه لسه مش عارفه. يعني انت لا اتجوزتي ولا اتخطبتي ولا عملتي بيزنس، امال عايشه بتعملي ايه؟ ام في سري. تلاقي حكايه الطلاقات دي عملت معاهم شغل من بتاع زمان، مطاردات وحركات مش كده؟ مطاردات حتى تحت الميه وانا بغرق. تلاقي كل واحده فيهم عماله تعيد تقييم علاقتها بالبارتنر بتاعها. المهم هتعمل معهم ايه دول؟ مش عارف، العمليه عماله تتعقد.
طبعا انتوا هتطلعوا معايا بكره السفاري. ونسافر ليه؟ احنا لسه جايين. الجروب كله طالع. هلا يوصل بالسلامه ان شاء الله يا جروب. اقول لكم حاجه، انتوا من هنا ورايح خليكم معايا، انا عندي حته دي بروجرام وهم. ايه رايك يا كوكو نطلع؟ انتي لسه قفشة من الرجالة؟ على فكرة انا نفسي اعمل معاكي مشروع كبير قوي، يبقى مشروع العمر كله. العمر كله؟ هو لسه فيه في العمر عشان يبيع؟ ما تبقيش متشائمة كده، جربيني بس، يعني اديني فرصة، انا عايز فرصة. بص انا عايز اقولك على حاجة. اتفضل. اوعى تكون فاكر ان انا سعيدة بالوحدة اللي انا عايشة فيها دي، لكن الوحدة دي اهون الف مرة من انك تعيش مع بني ادم ولا بيحبك ولا حاسس بيك. انا غيرهم، انا حتة صلاية طرية تقدري تشكليها زي ما انت عايزة. عجبك البرفيوم بتاعي؟ ريحة الخروف اللي بتشوي مجننة أمي. اوكي. بس يا عمور، بس يا عمور، بس يا عمور، بس يا عمور. استنى استنى يا عمور. Come on. Men are the draft. Ahead. Men is the draft. No. معقولة مش هترد عليا؟ نفسي اسمعها منك زي زمان. وهون عليك تسيبيني؟ انت اللي سبتني. عارف انك اكيد قلقتي عليا. اخيرا لقيت المكان المناسب اللي نقعد فيه انا وانت لوحدينا. تعالي ده قريب، ده قريب قوي، ده هنا اهو. تعالي تعالي. خيانه؟ هو ده سبب طلاقكم؟ هو مالك مستغربه كده؟ كاني بقولك طلقتها عشان سايبه نور الصلاه والع. مش قصدي، بس قصدي ده سبب ما يخليش ابدا الناس تجيب بعض. انا تخيلت الحكايه ليها علاقه بالسيره. هاو كام يعني؟ يعني مثلا زهقتوا من بعض، مليت منها، او هي ملت تعيش معاك. هو ده اللي يخلي الناس تسيب بعض. مش ممكن حد يقدر يعيش بغيرك. تعالي هنا. يعني انا اطلقها بسبب ان انا زهقان، ما اطلقهاش بسبب الخيانه؟ لقيت دماغي. انا لقيت دماغي؟ انت لقيت المنتاليتي دي؟ مش ممكن ناس تقدر تعيش مع بعض من غير فيلينجز، ايموشن، تبقى حاجه صعبه جدا. بس كده خلاص الحكايه بسيطه عندك قوي. بسيطه ازاي يعني؟ اتزوجت انكم لسه بتحبوا بعض، ليه ما تتصالحوش؟ ما كل ما اجي اصالحها تحصل حاجه تكعبل الدنيا، وبعدين اخواتك بقى مها ودينا وهاله كانوا قاعدين في البيت عندي عاملينها رحله. ولا يهمك، انا هظبط لك الموضوع ده، خلاص ما تزعلش، يلا بقى، يلا نقوم. كيما كريم. هاي، يلا تعالوا. هاي، استنوا، جايين معاكم. زحل الموضوع جيجي. ما تكونش طالعه دلوقتي. يلا جو. مستني ايه؟ مش عارفه ماشي كام. رايح فين؟ شلون؟ روسي؟ لا. اوكي. تعالى معايا. يلا معاك. يلا بقى.
lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão. كريم، ما تاخدش في بالك يا كريم. بس بقى كفايه كفايه.